هنحل مع بعض التدريبات على الحل. هنقرا القطعه: ان المصريين يبذلون الجهد مضاعفا ليرفعوا شان الوطن عاليا تحقيقا لخير ابنائه، فكن حريصا على اداء واجبك كي تصل الى هدفك وصولا سريعا ويفرح بك اهلك جميعا. طيب هنبدا نعرف مع بعض. اول كلمه المفروض هعرفها عندي ان المصريين. طيب المصريين دي قبلها جت لي ايه؟ ان. طب وان دي انا خدتها فين قبل كده؟ ان واخواتها، ان، ان، كان، ليت، لعل، لكن. دي كانت ادوات بتدخل على الجمله الاسميه بتنصب المبتدا ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. طيب ان المصريين، معنى كده ان المصريين اعرابها ايه؟ تمام، اسم ان منصوب وعلامه نصبه، وعلامه نصبه المصريين الياء. تمام، لانه جمع مذكر سالم. تمام. طيب الجمله اللي بعدها ليرفعوا شأن. احنا اتفقنا ان انا عشان اعرف كلمه لازم احدد الجمله اللي انا واقفه فيها، انا واقفه في جمله اسميه ولا واقفه في جمله فعليه. طيب ليرفعوا، يرفعوا ده اسم ولا فعل؟ فعل، يعني انا في جمله فعليه. يرفعوا شأن، مين اللي يرفعوا؟ يرفعوا، ها الواو دي اسمها واو الجماعه، ايه ده؟ على مين؟ المصريين. ماذا يرفعوا شأن؟ يبقى شأن دي اعرابها ايه؟ تمام، مفعول به منصوب وعلامه نصبه الفتحه. نكمل. تحقيقا لخير ابنائي، تحقيقا لخير ابنائي، لخير ابنائي. عندي كلمه نكره وراها كلمه معرفه، طب دي معرفه ليه؟ معرفه عشان فيها ايه؟ تمام، ضمير. نكره وراها معرفه والاثنين بيكملوا بعض، يبقى ده اسمه ايه؟ برافو، ده مضاف اليه. مضاف اليه، واحنا خدنا ان المضاف اليه دائما ايه؟ مجرور وعلامة جره الكسرة. طيب خلص الاعراب بتاعي؟ لا لسه الاعراب ما خلصش. ابنائه، الهاء اللي في ابنائه دي هعربها ايه؟ احنا اتفقنا ان اي ضمير شابك في اسم بعربه ضمير متصل مبني في محل جر مضاف اليه، يبقى الهاء ضمير متصل مبني في محل جر مضاف إليه. تمام. كي تصل إلى هدفك وصولا سريعا، وصولا سريعا. عندي هنا كلمة نكرة وراها كلمة نكرة، ها والثانية تصف الإيه؟ الأولى. ده خدناه إيه؟ برافو، ده نعت. يبقى سريعا نعت. فكروني كده انا كنت بعرف النعت ازاي؟ قال لي النعت ده ما عندوش شخصيه، عشان اعرفه لازم اعرف اللي ايه؟ اللي قبله، لو اللي قبله منصوب هو منصوب، لو اللي قبله مرفوع هو مرفوع، وهكذا. طيب كي تصل الى هدفك وصولا سريعا، وصولا سريعا. طيب كيف تصل الى هدفك؟ ها تصل الى هدفك وصولا سريعا. طب وصولا دي عملت ايه؟ تصل وصولا، هي وصولا حال؟ قال لي لا وصولا مش حال. طيب تصل وصولا، فكرنا بايه؟ دي كلمتين شبه بعض، واحده فيهم فعل والثانيه اسم. برافو، ده مفعول مطلق، والمفعول المطلق دائما ايه؟ منصوب. طيب مفعول مطلق منصوب، يبقى معنى كده ان سريعا نعت منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه. طيب استخرج من الفقره السابقه حالا واعرفها. هدور على الحال ازاي؟ هروح عند كل جمله فعليه واسال بكيف لحد ما ايه؟ ما اطلعه. او ادور على الكلمات اللي دائما بتعرف حال، اللي احنا خدناها: معا، جميعا، سويا، كافه، منفردا، بدلا، عوضا، اجتماعيا، سياسيا، ادبيا، الكلمات دي كلها دائما بتعرف حال. طيب نروح عند الجمله الفعليه الاولانيه، عندي هنا يبذلون فعل. يبذلون الجهد مضاعفا. كيف يبذلون الجهد؟ يبذلون الجهد ايه؟ مضاعفا. مضاعفا دي حال. تمام،
حالا واعربها. احنا قلنا ان الحال دائما ايه؟ منصوب. يبقى حال منصوب وعلامه نصبه الفتح. في حال تاني عندي هنا في الجمله، تعالوا ندور كده مع بعض. يرفع شأن الوطن عاليا، كيف يرفع شأن الوطن عاليا؟ برافو. طيب عندي كلمة من الكلمات اللي دائما بتعرف حال، ندور 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 لقيت ايه؟ جميعا، جميعا دائما بتعرف حال من غير ما اسأل بكيف ولا أي حاجة. طيب خبرا لحرف ناسخ واذكر نوعه، قلنا الحروف الناسخة اللي هي إن وأخواتها، احنا لسه مقابلين واحدة عندنا في أول قطعة، إن المصريين مالهم؟ الجملة الكلمة اللي أتمت معنى الجملة يبذلون. يبذلون دي اسم ولا فعل؟ يبذلون دي فعل، يبقى هنا الخبر عندي ايه؟ جملة فعلية. برافو. اذكر نوع الخبر، جملة فعلية. تمام. فعلا مضارعا منصوبا وبين سبب النصب. الفعل المضارع بيبقى منصوب عندي امتى؟ لما يكون قبله أداة من أدوات النصب. ايه هي أدوات نصب الفعل المضارع؟ أن، لن، كي، حتى، لام، التعليل. طيب فين هنا عندي اداه من ادوات النصب؟ كي، وجاي بعدها ايه؟ تصل. طيب يبقى تصل ده فعل مضارع منصوب وعلامه نصبه الايه؟ الفتحه. طيب هو بيقول لي بين سبب النصب، هو ليه منصوب؟ لانه صدق بايه؟ بكي، وكي دي اداه من ادوات النصب. طيب فعلا مضارعا مرفوعا بعلامه فرعيه، ايه هي العلامات الفرعيه؟ أنا عندي العلامات الفرعية في الفعل المضارع لما باجي أعرف بيها، ها منصوب بالفتحة، مرفوع بالضمة، مجزوم بالإيه؟ بالسكون. طيب إيه هي العلامات الفرعية؟ قال لي العلامات الفرعية زي الأفعال الخمسة، يرفع بسجود النون، ها وينصب ويجزم بحذف النون. طيب هنا عندي فعل من الأفعال الخمسة، عندي يبذلون مرفوع بسجود النون، وعندي ليرفعوا منصوب بحذف النون لأنه سبق بلام التعليل. تمام. يبقى انا عندي يبذلون ويرفعوا. طيب مفعولا مطلقا ومفعولا لأبي. مفعول مطلق احنا بندور على كلمتين شبه بعض، الاولى فعل والثانيه اسم. تمام. قابلناه كده في سكتنا واحنا بنشرح، كي تصل وصولا، تصل وصولا، تصل شبه وصولا، تصل فعل ودي الاسم منها. تمام. يبقى وصولا دي مفعول مطلق. طيب مفعول لأجل احنا بندور عليه ازاي؟ قال لي مفعول لأجل ده يبين سبب حدوث الفعل، يعني انا بروح عند كل فعل واسال عنده لماذا؟ طيب ان المصريين يبذلون الجهد مضاعفا ليرفعوا شأن الوطن عاليا تحقيقا لخير ابنائه. لماذا يرفعوا شأن الوطن عاليا؟ ليه؟ يرفعوا شأن الوطن عاليا ليه؟ طلعت الاجابه ايه؟ تحقيقا. برافو. الاجابه بلماذا كانت؟ تحقيقا. تمام. هنكمل التدريبات مع بعض. عين الحال في الجمل الاتيه ثم عين صاحبها. احنا اتفقنا بنطلع الحال ازاي، بنروح عند الفعل ونسال كيف. خرج اللص متسللا، كيف خرج اللص؟ تمام. برافو. الاجابه طلعت لي ايه؟ متسللا. يبقى انا فين الحال عندي؟ متسللا. طيب صاحب الحال فين بقى؟ مين اللي خرج متسلل؟ مين اللي كانت هيئته هو طالع كده مستخبي؟ تمام. اللص. طب اللص ده فاعل ولا مفعول به؟ مين اللي خرج؟ اللص. يبقى اللص هو صاحب الايه؟ الحال، وصاحب الحال هنا عندي هو الايه؟ الفاعل. تمام. انطلق الطلاب الى الامتحان مستعدين، كيف انطلق الطلاب الى الامتحان؟ طلعت الاجابه ايه؟ مستعدين. تمام. يبقى مستعدين دي هي الحال. طيب ومستعدين بتبين هيئه مين؟ بتبين هيئه الطلاب. مين اللي انطلق؟ الطلاب. يبقى الطلاب صاحب الحال، وهنا برضو صاحب الحال عندي فعل. استمعت البلبل مغردا. تمام. كيف استمعت البلبل مغردا؟ يبقى مغردا دي هي الحال. تمام. فين اللي انا ببين هيئته؟ البلبل. مين اللي استمع؟ انا. ماذا استمعت؟ البلبل. يبقى البلبل هنا عندي مفعول به.
كرمت الدولة؟ ماذا كرمت الأمهات؟ كيف كرمت الدولة الأمهات؟ ها حالهم كانوا إيه وهما بيتكرموا؟ مسرورات. طيب يبقى صاحب الحال عندي هنا الأمهات اللي هم إعرابها إيه؟ مفعول بي. هنكمل مع بعض التدريبات. اجعل النعت حالا في الجمل الآتية وغير ما يأتي. السؤال ده مهم جدا وبيجي كتير في الامتحانات، ان انا احول من نعت الحال ومن حال لنعت. طيب قرأت كتابا جميلا. الاول عندي المفروض اطلع النعت، احنا اتفقنا ان النعت كلمتين نكرة ورا بعض او كلمتين معرفة ورا بعض، والثانية تصل الاولى. طيب كتابا جميلا نكرة وراها نكرة، وجميلا بتصف كلمة كتاب، يبقى فين النعت عندي؟ جميلا هي الايه؟ النعت. طيب احنا اتفقنا ان الحال صاحب الحال لازم يكون معرفة والحال يكون نكرة، يعني تركيبة الحال ايه؟ معرفة زائد نكرة. يبقى انا لازم اوصل التركيبة دي لنفس تركيبة الحال. انا هنا عندي نكرتين، لا الحال لازم يبقى عندي صاحب الحال معرفة والايه؟ والحال نكرة، يعني خلي دي معرفة ودي نكرة. يبقى هقولها ايه؟ قرأت الكتاب جميلا. كده انا حولتها من نعت لايه؟ لحال. معرفة وراها ايه؟ نكرة. يبقى لما يجيلي السؤال ده حول من نعت لحال او من حال لنعت، احدد التركيبة اللي انا عايزاها. لو بحول من حال لنعت يبقى هخلي ايه؟ نكرة ونكرة او معرفة ومعرفة. طب لو بحول من نعت الحال يبقى هخلي ايه؟ معرفة زائد نكرة. طيب عاد الجنود المنتصرون. فين النعت؟ الجنود المنتصرون. معرفة وراها معرفة، والثانية تصف الأولى. تمام. تركيبة الحال عندي معرفة زائد نكرة، يعني مين اللي هتتحول المرة دي؟ المنتصرون. هشيل منها الألف واللام عشان أخليها نكرة. طيب عاد الجنود. هنا بقى ما ينفعش اقول عاد الجنود منتصرون، لا نخلي بالنا ان الحال دائما منصوب، يعني كلمه منتصرون فوق كانت مرفوعه عشان هي كانت نعت. مين اللي عاد؟ الجنود فاعل. ها يبقى نعت مرفوعه علامه رفع ايه؟ الواو. لما هتنزل تحت هتنزل حال، يبقى منصوب، هتبقى عاد الجنود منتصرين. حضر الطالبان النشيطان. معرفه وراها معرفه، ده النعت بيوصف الطالبان. هحوله ازاي لحال؟ معرفة زائد نكرة. يبقى هقول ايه؟ حضر الطالبان برافو نشيطين. كده انا حولتها من نعت الايه؟ لحال. نركز بس واحنا بنحل السؤال ده ان الحال دائما منصوب. يا رب نكون فهمنا الدرس، واتمنى تكونوا استفدتم. شكرا.